السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الثامنة من لعبة The Last Guardian آخر الحماة. بدون مقدمات زيادة خلونا نكمل. أوكي، في الحلقة اللي راحت وصلنا لهذه المنطقة، لمنطقة البركة اللي يبغوني أغوص فيها. مجرد ما وصلت هنا وقفت الحلقة اللي راحت. اوف اوف اوف، بيختنق. دقيقة، هل يبغون ندخل هنا؟ يمكن نصدقه؟ ما نقدر ندخل، اكيد ما نقدر نغوص لها بالنهاية. هنا؟ في شي هنا؟ او في. اوكي، زين ما اخذني شي ساعة ويختنق، لكن يلا قوم يا ولد. دقيقة يا تيركو، جايين. ايه هذا بيفتح الباب، بس الباب وين ودينا؟ في معبر؟ او ان الماء يمكن ينسحب او شي. الماء كأنه صار فيه شيء. ما تبغى تنزل له؟ ها؟ ايوه تنزل؟ بتخاف من الماء؟ هذا شكله بينزل. اوف، سبب تسونامي الحبيب. الحين انت مفروض لا تغوص مو انا. اتخيله، هل ممكن انه يغوص؟ خلني اغوص واشوف. في فتحة تحت، في باب. تروك يا حبيبي، تقدر تغوص؟ اوكي خلينا نجرب نغوص. هل نوصل؟ لا والله مستحيل نوصل، بعيد مرة. ما نقدر، انا مستحيل اقدر اغوص للمسافة اللي يبغوني اغوص ليها، مسوى بعيدة بغرق. انا احس انه لازم تركه هو اللي يغوص مو انا. هل بيغوص؟ ايوه سواها. بسرعة، إيه مستحيل إني أقدر أسويه بدونه. حبيبي يا تركو، ما قصرت. الحين يبغوني أنا أغوص كأنهم، عشان أفتح البوابة. ممتاز جدا، ممتاز في السباحة يا تركو، باقي بس تعرف تطير وتكون متكامل. كان بيغرق الولد. لحظة. ما في درج. دقيقة، ما في درج. ما يمديني اروح. ماذا نفعل الان والدرج مكسور؟ اوه. والله حركة. طلع انه لازم ينط هو عشان اقدر افتح او يرتفع مستوى الماي واوصل. والله حركة ذكية. عجبتني صراحة. شفخة حقك يا كيروتو، حدك ذكي. يلا تعال، يلا خلينا نكمل. ان شاء الله ما في ماي زيادة، خلاص خلصنا من. يا تيروكو يا حيوان، خليتني. خلاني وراح غاص. مرة ثانية الكنترولز في اللعبة راح. كيف كذا يا لعبة؟ والله انك غبي يا تيركو. انا الحين قاعد ساعة تقريبا على هالمكان لانك مراد تغوص. ساعة 10 دقائق قاعد احاول فيه عشان يغوص. يلا كان نخلص نطلع. انا صراحة ما ابغى مرحلة ثالثة، بليز خلوها مرحلتين غوص وتالي خلاص ما في. طلعونا لسطح الارض بليز، يعني دفيت انا من الغوص.
سبحان الله لو غصت انا لحالي كده كان مت، بس مع الوحش عادي اعيش. وانا الحين يحتضر الولد. ايش صار؟ هل مت؟ لم يعد مقدورا ان احبس انفاسي اذا اختفى رفيقي عن مجال النظر. اركته؟ وتركه كمل وراح تت تت تت. من اللي انقذني؟ هو؟ ليكون افترقنا. اوف. انت محظوظ. هالولد محظوظ. كيف ما غرقت؟ لون شدي. هل افترقنا عن بعض؟ اوف في دائرة ولعت. هذي ولعت. ايش السالفة؟ اوف انفتح. نزل ويسموه قفص من السقف. كيج. هل هذا ليفت؟ ثاني مكسور. والله تكنولوجيا ما شاء الله في هالمكان. ادم ليفت مره واحده. ما توقعت كنا بلاد بون، نفس حركات بلاد بون ودارك سولز. هل القفص موجود في ألدن رينج؟ ما اذكر لك كان موجود في ألدن رينج. بلاد بون ودارك سولز كل الدارك سولز كان موجود فيهم. اوكي يبغون يتسلق هنا. اخيرا هالشيء صار لي فايده. ما سويت هذا الشيء ابدا في اللعبه الا على الاحبال. سويته لا أكذب، سويته من قبل، سويته يمكن 4-5 مرات. بس حلوة هالحركة إنه يفرقوا بيني وبين تيركو، لأن اللعبة طول اللعبة أنا وياه موجودين مع بعض فأنا أستخدمه. فكويس إنه يغير من جو اللعبة شوي. خلاص انزل. المملكة الأثرية المدمرة. وينك يا تيركو؟ تخيل اني تالي احصله قاعد يقاتل او يواجه الثاني. اوب اوب اوب. الحلو في اللعبه صراحه انه ما فيها ستامينا حق التسلق. لو فيها ستامينا كان بيعيق وبيخلي اللعبه ممله وجدا تعور الراس. تمام. مطيح مطيح مطيح. شوي شوي. شكلها فيديو اليوم. فيديو غوص تسلق الى الاسفل والى الاعلى. ما في في الوسط. انزل انزل. ايوه دور خلاص. هذا مو تيل توريكو. تيل توريكو غير مو كده. هذا كان دنب حقه زي الاسد. يكون طول دنبه. ما احس يدير حق تيريكو. قفز. هل هذا ممكن تيريكو؟ اوف 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 اوف. أنا بتأكد هل هذا تيريكو أو لا. أنا شايف أو سامع صوت. مو تيريكو. هذا مو تيريكو. 10% مو تيريكو. 100% مو تيريكو. أوف. أها هذا اللي واجهناه اللي طيحنا من فوق. كان الوحش ذاته الأسفل الذي عادنا إلى أسفل الوادي. شافني 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 شافني. نط 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 نط. اوف اوف اوف. ناوي عليك تيركو. انقذني.
اوه بنركب فوق الحبال حبل. يلا يلا يا حبيبي روح روح روح. بعدنا وقت بعدنا وقت بعدنا وقت. الحبيب مدرع بالكامل حتى جسمه ملبس درع. نط 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 نط. اوف. وين يبغوني اروح؟ طيح طيح طيح. ايش؟ انا المفروض اغبى عنه. اوف اوف وين انا؟ اوف في 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 اوكي في مخرج ما شفته. ليش الكاميرا كده؟ يا حبيبي انا مت. انا ايش سويت؟ المفروض اني اتسلق. الكاميرا خربطتني خلتني اطيح ما قربوا الكاميرا فما شفت وين اروح. والله الحبيب عكس تركو. والله ما عكس تركو، تركو اول ما شافنا بعد كان مو اليف. اوف الشكيات بحثوا عن وسيلة للهروب. اوف وين اروح؟ اوكي يبغى لنا نخليه نشتته نخليه يجي هنا ونتعالي نهرب. يلا تعال بسرعة 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 بسرعة. بسرعة قوم. يلا 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 يلا. انزل. هل نجوت منه؟ والله بيلحقني احسه بيشتم ريحتي وبيجي لي وراي. اوكي وينك يا شركة؟ ان هذا ما بيخليني، متاكد انه ما بيخليني. نجرب انط. والله شكلي ما الكاميرا سيئه. هل مت؟ اي والله مت. دقيقة دقيقة، اديني اركب من هنا ليش؟ لا ما يمديني. الا احس يمديني. دقيقة. خلينا ناخذ نفس عميق، نفس؟ نفس عميق ونشوف وش نسوي. لحظة ما في مكان اروح ليه غير فوق. اوه السلسلة في سلسلة بس. مرتفعة. ما اوصل لها. دقيقة 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 خلنا نروح برا. نحتاج نروح فوق. دقيقة 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 ايوه ايوه. اها ما طلعت اني غبي، طلعت افهم شوي. اوف 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 اوف. وين نروح؟ انا بروح هنا. كاني رجعت هنا مرة ثانية. اوف كيف ما مت من الضربة؟ لحظة لحظة لحظة، بسوي حاجة أفضل من هالشيء. بليز رجعوني وين ما كنت. اوكي كويس كويس. هل استخدم راسه عشان اخليه يحط راسه من النافذة؟ اتسلق فوق ممكن. اوكي هذا المفروض اللي سويته، اخليه واركب فوق راسه. اوكي خلينا نشوف يلا.
هل بيجي هنا؟ ايوه شكرا يا غبغب على المساعدة. اوكي تقريبا هربنا منه. يلا يا تركو انقذنا، وينك؟ المفروض انك تدور علي. والله انا ما ادور عليك لان في بالي اني انجو من هالمكان. هنا هنا هنا. والله ما في مكان. نطلع مرة ثانية حقه. هنا هنا هنا. بسرعة 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 بسرعة. يا حي الله. اوف. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. ما توصل لنا الان، ما توصل، ما اقدر اطير. ما اقدر اطير صح؟ بسميك الوحش المقنع. وصل. اوف. اوف. قاعد يلعب بكورة. اوف ايش صار؟ القرون اللي عنده يتحركوا او طلعوا موجات. تركوا تركوا. اوه كيف انا اطلع؟ كيف اطلع انا الان؟ سلامات. اوف. اوكي. ما قدرت اني اطلع من القفص. انتظرت فترة بدت طويلة للغاية. فانحبست في القفص ها؟ ما قدرت اطلع. انا احاول احاول ما انا قادر اطلع. يوريكو؟ اوف بد الحين يتحرك. وين بروح لكن انا؟ الحين يتحرك، الحين ليش ما راضي يتحرك؟ ايش تبغوني اسوي زين؟ قولوا ساعدوني. انا بنادي. احس تركو بيجي. اها. تركو؟ صوته صوته صوته. وين هو؟ تركو؟ بيجي من الجدار. وين هو؟ من وين طلعت انت؟ لا نتفرق مرة ثانية. انك كنت المرة الوحيدة اللي تفرقت عنك كنت بموت. يلا ساعدني عاد. يلا يا تركو ساعدني عاد. اوف. تركو كفو عليك، كفو عليك. والآن وش أسوي أنا؟ وينك؟ يلا الحين وش بتسوي؟ إيه بالضبط، تلا طيحتني هنا.
على هالحالة بطيح انا. شكلك قدرت تساعدني لو احتاجت اني اطيح. والله شكلها طيحة. خلينا نطيح ونشوف ايش بيصير. لا تقول لي ان الجيم بلاي الجاي كله بيكون اوف 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 اوف. خلوك تصير كأنك مرحلة في كراش يا ود الناس. اي والله كأن مرحلة في كراش. من اللي فكر بهالمرحلة؟ لقد هرمنا. دقيقة أنا شايف في خطة. هذا الراس احتاج لشيء عشان أركب فوق وحطه في المجسم عشان في درع وراه. والله أسوأ صراحة أسوأ مرحلة في اللعبة لحد الآن. التحكم فيها كان مزعج حدا. شكرا. نحاول ان نحط الراس في المجسم بيتحرك وناخذ الدرع. اوف يا الحقني حقني وبركب. لا تسوي لي ننجسو ناروتو صاير انت. والله ما اجيك. بسرعة 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 بسرعة. اوه هذا اكل حق تيركو. والله ما يستاهل على العوار الراس. تيركو صراحة انت ما تستاهل. روح روح بسرعة 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 بسرعة. اوكي خليه يتباعد عن البرميل عشان انا وين بروح. خليه يتباعد. اتركني يا حيوان. دقيقة انا اقدر ادزه اصلا. دقيقة ليش هالحلقة التحكم صاير مزعج حدا. لا اوف فتح البوابة. خدني الى شو اسمه ما دون بياخدني. اركب اركب بسرعة 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 بسرعة. انقلع 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 على راسك. ولي يا حمار. وينك يا تركو؟ مع انه ما لما يكون هناك شيء يخلفك انا علي ان اذهب بحث عن مزيد برامج. انت يا جليل الحية ما ساعدتني وتبغى اكل. يلا كل كل يلا حركني. انا فكرت الدرع عشان اخليه يقدر يطلق رعد من ديله. يلا حركنا خلينا نروح من هنا عشان لاني ما ابغى انهي اللعبه هنا صراحه. انهي الحلقه هنا مو اللعبه. يلا روح لقينا مكان تنط منه ونط. يلا اني انا خلاص تعبت من ايش اسمه. رجعنا المكان اللي كنا فيه. يلا وصلته؟ ايوه يلا جو.
اي 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 شوف ما تشوف يا حبيبنا. ما اتوقع ان يمدينا نروح هنا. اوه بينط هو بينط لازم هو ينط. ما يمدينا اكمل المكان كله تكسر من يوم انزل بالقفص. يلا يلا ودينا فوق بسرعة بسرعة. خلينا نشوف الشمس شوي صلينا تحت واجد. كمل له لازم اقول لك. كمل معروفك بعد كمل معروفك لا يوقف. كنا لا يوقف بعد. دقيقة يمدينا نرجع المكان اللي كنا فيه؟ ما يمدينا تكسر المكان. يدي نطة يلا نط. نحتاج نروح هناك توني شفت. ايوه ايوه يلا يلا كمل. كمل يلا بعد لا يوقف. يكون لا اوكي يلا ايه رجعنا المكان اللي كنا فيه. انا بطلع من هالمكان. ايش صار؟ طلعنا طلعنا من هالمكان ما يبغى. اوكي انا 1000% بتسلق هناك. احس جا الوقت اللي انهي الحلقه. صار لي ساعه اصور. اوكي وصلنا لنهايه الحلقه الثامنه من تختيم لعبه The Last Guardian اخر الحماة. واللعبة يعني اتوقع قريب قربنا من نهايتها. اتمنى ان الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك. اذا عجبكم واذا ما عجبكم عادي حطوا ديسلايك. ولا تنسوا تشتركوا في القناة. وان شاء الله بشوفكم قريب. مع السلامة.